النشرة المسائية من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. في اليوم العالمي للمرأة نقطف التحيات العالمية واللبنانية ونقدمها من التلفزيون الأم تلفزيون لبنان إلى المرأة اللبنانية جدة وأما وأختا وابنة وحبيبة وعائلة ومنفردة وأم شهيد، عربون وفاء وجميل وتضامن وتعاطف ومؤازرة، خصوصا لما خاضته المرأة اللبنانية في كل الظروف القاهرة كما العادية والطبيعية وفي كل المراحل الزمنية من عمر الوطن لبنان ومن عمر الأجيال المتعاقبة وفي كل المجالات ومن دون استثناء. وفي السياسة، وبعد أعلان الرئيس بري والسيد نصر الله دعم ترشيح رئيس تيار المرأة سليمان فرنجي لرئاسة الجمهورية رسميا إذا صح التعبير، يكون التفاوض حول اسم أو الهوية السياسية للرئيس المقبل قد انتقل إلى المرحلة الجدية وإلى مسار رصد التحركات الدبلوماسية التي يقودها إلى الداخل، في الداخل سفراء اللقاء الخماسي في باريس، وهي انطلقت عمليا من خلال مروحة اللقاءات التي يعتزم إجراءها كل من السفير السعودي والسفيرة الفرنسية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، الحراك البطريركي عبر جولة الموفد المطران أنطوان بونجم على شخصيات وقيادات مسيحية معنية في شكل لصيق بالانتخاب الرئاسي، وهو التقى عصر اليوم والمرة الثالثة النائب جبران باسيل. ولقد أكدت أوساط بكركي أن جولة بونجم مستمرة ولم تنتهي بعد كي يبنى على النتائج مقتضاها. وفي سياق الاستحقاق، أكد وزير الإعلام زياد المكاري ردا على ما أثير عن دعم ترشيح الثنائي للفرنجية، رد بأنه مسار طبيعي لعملية انتخاب رئيس للجمهورية. بالتوازي، وقبل زيارة مقررة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع المقبل إلى حاضرة الفاتيكان للقاء قداسة البابا فرانسيس حاملا الملف اللبناني بكل تشعباته وتعقيداته، شرع ميقاتي بسلسلة زيارات لعدد من المرجعيات المسيحية، وقد استهلها اليوم بزيارة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، مشيرا من الربوة إلى أن باب الخلاص في الوقت الحاضر يتمثل في قيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملا، وأن المسار يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ثم بتأليف حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات المطلوبة. إلى الربوة زيارة من الرئيس ميقاتي عنوانها التواصل والحوار أساس في إنقاذ لبنان. هي زيارة بروتوكولية في الظاهر، لكن في العمق هي خطوة لمد الجسور بعد كل ما أثير ويثار. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الربوة للقاء بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، الذي عبر عن ترحيبه بسعي الرئيس الدائم للحل وتجاوز العقبات التي تعترض عمله في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الوطن، وصرح: زيارتكم إلى هذا المقر تعطي أملا وحماسة، والتواصل والحوار هو أساس إنقاذ لبنان. وتابع في موقف لا لبس فيه: كنيستنا منفتحة دائما، ونريد أن نبقى معا ونرفض التعصب والتقوقع، كما أن العيش المشترك يحتاج إلى تضحية متبادلة. الرئيس ميقاتي من جهته رأى أن باب الخلاص في الوقت الحاضر يكمن في قيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملا. بلقاء صاحب الغطة، وكان من الطبيعي أن يكون الحديث عن الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلد والصعوبات التي نواجهها، وخاصة الهاجس الاجتماعي الذي عبر عنه بكل صراحة صاحب الغطة، وتناولنا بالحديث الوضع السياسي وضرورة انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن، لأن باب الخلاص بالوقت الحاضر هو قيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملة وتبدأ العملية من انتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة للقيام بالإصلاحات المطلوبة ومواجهة الصعوبات التي نمر بها إن كانت اقتصادية واجتماعية. وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الذي رافق الرئيس ميقاتي رأى أن لبنان بلد نوعي
ونوعيته بتنوعه، وأن اللبنانيين عائلات روحية تتكامل وتتفاعل لا تتعايش، وإن الكيانية اللبنانية هي تاريخ وحاضر ومستقبل، وليست مسرحا يمثل عليه ولا مشهدا يصفق له ولا منابر للمزايدات والتفاضل. راعي أبرشية طرابلس المطران إدوار ظاهر من جهته قال: من حظنا أن يكون الرئيس ميقاتي هو من يتحمل هذه المسؤولية التي هي كرة نار، نعتبره في طرابلس سندا، ومؤسساته تدعم كل أهل طرابلس إلى أي جهة انتموا. رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع مع وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وتم عرض لأوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقات بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش، وجرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظا على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش. وكان رئيس الحكومة قد رأس اجتماعا ضم وزير الدفاع موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات بسام المولى، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبة، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري، والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي. وتم في خلال الاجتماع البحث في الحاجات المالية للجيش والأسلاك الأمنية كافة. في إطار الجولة المستمرة للموفد البطريركي على مختلف المرجعيات والقيادات لمتابعة البحث في الاستحقاق الرئاسي، زار راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران أنطوان بونجم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للمرة الثالثة في منزله في البياضة، وهو موفد من البطريرك الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي، واتسم اللقاء بالإيجابية. نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم غرد على تويتر: إن طريقين لا ثالث لهما، إما طرح الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار فيما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وأما التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمى. استغرب وزير الأعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في حديث تلفزيوني الضجر التي أثيرت عن إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله دعم ترشيح رئيس تيار المردة سليمان الفرنجي، وزاد: منذ البداية كان واضحا أن الثنائي الشيعي يدعم ترشيح فرنجي، والموقفان اللذان صدرا خلال الأسبوع الحالي في هذا الإطار هما مسار طبيعي لعملية انتخاب رئيس للجمهورية، ولا سيما أننا قد نكون بحاجة إلى تطور ما لتحريك ملف الاستحقاق الرئاسي في ظل الجمود الحاصل. وأضاف: مما لا شك فيه أن هناك علاقات غير مستقرة بين حزب الله ودول خارجية وخليجية، إنما هذا الواقع لا يمكن أن يستمر، لأن أي رئيس جمهورية يجب أن يبني علاقات جيدة مع الجميع إقليميا وعربيا ودوليا. من هنا فرنجي هو الأفضل بالنسبة إلينا، وهو متواضع بشكل جيد وبإمكانه التواصل مع الجميع. وحول ما يقال عن دعم الرئيس ميقاتي لرئيس تيار المردة والدعم الفرنسي لهذه الثنائية، أوضح أن السعودية هي الأكثر تأثيرا حاليا، إنما المحرك الأساسي فرنسا، لأن الفرنسيين هم الوحيدون الذين يتحدثون مع جميع الأفرقاء في الخارج ومحليا. في المقابل، الدكتور جعجع رفض ما سماه معادلة حزب الله فرنجي أو الفوضى، ورأى أن تأمين 65 صوتا لرئيس تيار المردة شبه مستحيل. الوفد اللبناني الدكتور سمير جعجع رأى في مقابلة مع موقع لابتوكس أن معادلة مخيل الظاهر أو الفوضى عام 1988 أعيدت عبر كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عبر معادلة سليمان فرنجي أو الفوضى، لكننا نرى بأن الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه، وبالتالي فإن تأمين 65 صوتا له أصبح شبه مستحيل، لأن المضي بمرشح حزب الله يعني أن درب الجلجلة طويل الأمد، وأن مواجهتنا ستكون سياسية دستورية.
معتبرا أن حزب الله يخشى أي رئيس آخر غير فرنجي، فوضع الحزب ضعيف لأنه لا يثق بمرشح سوى فرنجي بحسب تعبير جعجع، ورأى أنه في حال تمكن قائد الجيش من جمع الأصوات المطلوبة عبر تعديل الدستور فالقوات اللبنانية لن تمانع وصوله إلى سدة الرئاسة. وفي الإطار المسيحي اعتبر أن طروحات البعض في غير محلها، واضعا اندفاعة النائب جبران باسيل فيما يخص الاجتماع في بكركي في إطار الفولكلور، لأن الصرح البطريركي ليس ساحة لأي فريق كي يعوم نفسه بحسب تعبير رئيس حزب القوات اللبنانية. في مجال آخر رأى أن المطلوب من الحكومة تعيين حاكم فعلي للمصرف المركزي، لأن عملية الإنقاذ تبدأ من هنا حتى قبل الوصول إلى انفراجات سياسية. السفيرة الفرنسية في لبنان أنغريو وجهت تحية قوية إلى المرأة اللبنانية وعطاءاتها في كل المجالات، مؤكدة دعم اللبنانيات في النضال نحو التغيير باتجاه لبنان أفضل. Votre énergie, votre générosité, votre combat dans cette lutte si ardue pour la dignité des femmes, votre force de caractère m'impressionne partout où je vous rencontre, dans ce pays. Et cela me porte aussi dans ma mission d'ambassadrice de France, au Liban, ce pays que vous aimez, que nous aimons. Ma conviction est que le changement dans ce pays passera par vous. Vous avez une place à occuper dans tous les domaines et une voix à faire entendre. Soyez assurés que la France est à vos côtés. المفتي الشيخ عبد اللطيف داريان التقى وزير الزراعة عباس الحاج حسن ثم وفدا من تكتل الاعتدال الوطني. النائب وليد البعريني أكد وقوف تكتل الاعتدال على مسافة واحدة من الجميع. استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من تكتل الاعتدال الوطني ضم النواب وليد البعريني، احمد الخير واحمد رستم والنائب السابق هادي حباش، حيث جرى استعراض المستجدات السياسية على الساحة المحلية. وبعد اللقاء اكد النائب البعريني على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، مؤكدا وقوف التكتل على مسافة واحدة من الجميع، ومعلنا رفضه تعطيل جلسات الانتخاب. الشعب ما بقى يتحمل والناس ما بقى تتحمل هذا الشعور، فكان تأكيدنا أنه نكون على مسافة واحدة من الجميع، نحن نكون بموقعنا الطبيعي، ما منكون مع أي طرف إلا لصالح البلد. أي إنسان بده يشدنا يمينا أو يسارا نحن لا، محلنا واقفين محلنا، نحن حكينا رأينا، وكل إنسان بأيد هذا الرأي اللي حكيناه نحن حكونا جنبه، ما حنكون معطلين لأي جلسة ولا حنكون واقفين مع طرف ضد طرف. هذا الموضوع كان كتير مهم وكتير عم نأكد عليه أنه نحن على مسافة واحدة من الجميع. كما استقبل الشيخ دريان وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، يرافقه المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحوت، حيث تم البحث في الأوضاع العامة ونشاطات وزارة الزراعة. وقد شدد الحاج حسن على ضرورة التعاون ما بين مؤسسات دار الفتوى ووزارة الزراعة. تمنينا على سماحة المفتي أن يكون هناك مساعدة من قبل دار الإفتاء بما يمثل وطنيا ودينيا، أن يساعد العمل الزراعي والقطاع الزراعي بشكل عام من خلال أن يكون هناك توجيه للمؤمنين في سبيل التسجيل في السجل الزراعي. وأيضا وضعنا سماحته في كل الإمكانات المتاحة من قبلنا والتعاون الذي هو موجود أصلا، وهناك تنسيق ما بين المفتين في المناطق وسعادة المدير العام، وهذا الأمر سيفعل إن شاء الله في سبيل أن يكون هناك مشاريع زراعية ثنائية بين هذه الدار الكريمة وبين وزارة الزراعة. أسف مطارنة الروم الكاثوليك لاستمرار المناكفات السياسية غير المسبوقة التي تهدد الوطن بكيانه ووجوده في ظل شرذمة وانقسام عمودي حاد لا يبشر بحل قريب، كما أن تلك المناكفات تهدد المواطن بلقمة عيشه ومستقبله، الأمر الذي يستوجب التخلي عن الأنانيات والمصالح الشخصية والعمل لمصلحة الوطن والمواطن بعيدا من الولاءات الخارجية والوصايات المشبوهة. وخلال الاجتماع الشهري برئاسة بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، توقف المجتمعون عند الأزمات المتعاقبة التي تعصف بالبلاد وتهدد بالانهيار الكامل.
نتابع النشرة بعد الفاصل. عودة لمتابعة النشرة. رئيس الحكومة يجتمع مع وزير الثقافة والأمين العام لمجلس النواب ووفد الاتحاد العربي للمساحة. في السراي الحكومي اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الثقافة القادم محمد مرتضى الذي وضع الرئيس ميقاتي في أجواء زيارته الأخيرة إلى إيران وما عرضه مع الجهات الرسمية المعنية هناك. كما تم البحث في الأمور الداخلية. الوزير مرتضى طلب من الرئيس ميقاتي بأن يرعى الحفل الذي ستقيمه وزارة الثقافة قريبا جدا لمناسبة ذكرى 50 لانضمام لبنان إلى المنظمة الفرنكوفونية. الرئيس ميقاتي التقى رئيس الاتحاد العربي للمساحة الدكتور سركيس فدعوس الذي شكر رئيس الحكومة على دعمه لترشيحه لرئاسة الاتحاد في الوطن العربي. تحدثت على بعض الأمور الفنية وخصوصا أعمال المساحة بلبنان، يعني كان في تجاوب من دولة الرئيس وطلب منا نعطي بعض الاقتراحات لحتى لتحسين وضع المساحة بلبنان. فإذا كانت دولة لبنان والمغرب وبعض الدول العربية مع الأسف القليلة التي تعرف تنظيم المهنة، فكثير من الدول العربية ليست هناك قوانين تنظم ممارسة المهنة، مما يجعل الدول العربية يعني جزئين، جزء اللي منظم وجزء الغير منظم. ولذلك طلبنا من معالي الرئيس حتى تكون لبنان عندها كذلك مبادرات على المستوى الرسمي باش يمكن يكون دعم للحكومات العربية لتنظيم هذه المهنة. رئيس الحكومة استلم من الأمين العام لمجلس النواب عدنان ظاهر الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بعدم الحاجة إلى قانون خاص للسماح للحكومة بتطبيق القاعدة 12 بعد انقضاء شهر كانون الثاني في حال لم تكن الموازنة العامة للدولة قد صدقت من قبل مجلس النواب. الرئيس ميقاتي بحث مع رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران في مطالب الجامعة، كما بحث مع سفير سريلانكا في لبنان في العلاقات ثنائية وسبل توطيدها. في اليوم العالمي للمرأة، رئيسة لجنة المرأة والطفلة النيابية تقدمت باقتراح قانون ذي صلة. لجنة الاقتصاد من جهتها دعت لعدم تحميل المواطن مزيدا من الضرائب. ناقشت لجنة المرأة والطفل برئاسة النائبة عناية عز الدين التحديات التي تواجهها المرأة في ظل الأزمات الاقتصادية، ودعت لضرورة الاستمرار في مسار تمكين المرأة وذلك من خلال التشريع، وإذا اعتبرت أن قانون العمل الحالي قاصر عن تأمين الحماية اللازمة تقدمت باقتراح قانون. وفيه تقدمت اليوم باقتراح قانون يأتي استجابة للتوصيات التي صدرت عن التقرير الذي أعددناه بعد سلسلة جلسات الاستماع العلنية حول الأمن الاقتصادي للمرأة التي عقدتها لجنة المرأة والطفل النيابية، وتوصلنا في ختامها إلى ضرورة العمل على سن تشريعات تنظم الحق بالعمل المرن وأنماط العمل الجديدة ومنها العمل عن بعد لدمجها في قانون العمل اللبناني. لجنة الاقتصاد بحثت في الاتفاقيات المبرمة بين لبنان والدول ودعت لضرورة مراجعتها وتقييمها، كما دعت لضرورة إجراء جدوى اقتصادية قبل إقرار الضرائب واعتماد سياسة واضحة من قبل الحكومة وعدم تحميل المواطن المزيد من الضرائب. اتفاقيات نعملوا في منهم مثل تيسير بسنة 81 وفي منهم 20 سنة وما صار لهم يعني evaluation لنشوف إذا كانوا هن لصالحنا أو لا. الاتفاقيات اصطدمنا في بعض الوقت إنه الاتفاقية هي مزبوط إلى جدوى اقتصادية بس كمان في إلى منحة سياسي، وبما أنه اليوم نحن ما رح نفوت بالشق السياسي ركزنا أكثر على الموضوع الاقتصادي. اللجنة رح يكون إلى أكيد كلمة بالموازنة الجديدة إنه كل ضريبة أو كل تغيير بالإيرادات لازم يكون له جدوى اقتصادية. بوجود معالي وزير الزراعة قررنا إنه رح نعطيهم فترة 3 أسابيع بإدارة وزارة الاقتصاد ليرجعوا لنا للجنة بتقييم شامل لكل هالاتفاقيات حتى نحن نشوفها وناخد قرار فيها. قدرتنا على الشراء والاستهلاك وقدرتنا على الانتاج والزراعة
كان محور النقاش، وهذه يتطلب من السلطة التنفيذية الإجرائية يكون عندها سياسة واضحة بالأمن الغذائي، خاصة بأنه الأوضاع بالبلاد عم بتصير متجهة نحو الأسوأ، ويبدو جواب الحكومة لحديت الآن الوحيد الموجود هو زيادة التكلفة بشكل كتير كبير، وخاصة لناحية الدولار الجمركي وتحميل الناس كلفة عدم إصلاح الدولة أو سوء الإدارة الموجود. وفي مجلس النواب اجتماع للجنة الفرعية عن لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان. صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي بتاريخ 7/3/2023 دهمت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها قوة من الجيش اللبناني منزلي مطلوبين في بلدة بريتال، وضبطت سيارتين مسروقتين. كذلك أوقفت الدورية في بلدة حورتعلى مواطنين وسوريا كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع من نوع جيب شيروكي، وقد حصل تبادل لإطلاق النار بين الأشخاص الثلاثة والدورية قبل توقيفهم، ما أسفر عن إصابة السوري المذكور ونقله إلى إحدى المستشفيات للمعالجة. كما ضبط داخل الجيب كمية من حبوب الكبتاغون والكوكايين ومبلغ مالي مزور ومسدس حربي. سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وزير العمل مصطفى بيرم يؤكد خلال ندوة نظمتها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي عن قرب إنجاز مشروع المعاش التقاعدي للقطاع الخاص. نظمت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ندوة في بيروت حملت عنوان الدراسات الاكتوارية في سبيل ديمومة أنظمة الضمان الاجتماعي، برعاية وحضور وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، وبمشاركة وفود تمثل عددا من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي. وقد رحب الوزير بيرم بالوفود العربية المشاركة، معتبرا أن مشاركتهم في المؤتمر هي رسالة إيمان بلبنان ودوره الجامع، مشددا على أهمية التضامن العربي. كما أعلن بيرم عن قرب إنجاز مشروع المعاش التقاعدي للقطاع الخاص. نحاول أن نفعل ملف الاستشفاء، ملف الدواء، ونحن اليوم على وشك إنجاز مشروع مؤقت بانتظار مشروع القانون في المجلس النيابي، أنه نعمل معاشا تقاعديا للقطاع الخاص ولو بانطلاقة زهيدة أو بسيطة، لنرجع نعيد ثقافة التضامن، ثقافة الأمن الاجتماعي، لأنه إذا سقط الأمن الاجتماعي أنت أمام تأثير الدومينو السلبي، عندما يسقط هذا الحجر سيسقط الحجارة الأخرى، وهذا لن نسمح به على الإطلاق. لن نركع، لن نخضع، نؤمن بالأمل، نؤمن بالعمل، ننظر إلى الأمام. نعم نحن في مخاض عسير، أصلا العالم كله في مخاض عسير، مطلوب أن نفكر بعقلية جديدة. بدوره شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي على أهمية هذه الندوة، كما أكد على الأدوار الكبيرة التي تؤديها الجمعية العربية للضمان الاجتماعي. تشكل هذه الندوة من خلال مناقشة أوراق العمل والعروض القطرية التي سوف يتم عرضها من قبل نخبة من السادة الخبراء محطة للنقاش والخروج بتوصيات هامة تشكل أدلة استرشادية يمكن الاستفادة منها في إدارة مؤسساتنا ومجتمعاتنا. من جهته أكد ممثل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي إسلام سناء على أهمية الاستثمار في مؤسسات الضمان الاجتماعي. يأتي انعقاد هذه الندوة في ظل القناعة المتزايدة بأن الاستثمار في الضمان الاجتماعي وتطويره هو استثمار في تعزيز الاقتصاد الوطني والأمن الاجتماعي، فالحقوق التي تؤديها نظم التأمينات الاجتماعية تأدي في مقدمة حقوق الإنسان التي أكدتها كافة المواثيق العربية والدولية. بدعوة من المجلس النسائي اللبناني أقيم حفل تأبيني تكريما لرئيسة المجلس السابقة ليندا مطر، في حضور رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين وشخصيات. عز الدين ذكرت بأن الراحلة ليندا مطر كانت أول سيدة تتبوأ منصبا من خارج المنظومة الوراثية، وهي اختصرت نضال المرأة اللبنانية وتحديدا الجنوبية منها. النائبة عز الدين اعتبرت أن نضال
وأعضاء المجلس النسائي تجاوز المطالبة بحقوق المرأة الاجتماعية وصولا إلى وضع خطة تفرض مشاركتها في الحياة السياسية، غير أن الأوضاع اللبنانية حالت دون ذلك. الصحافة في محنة والرسالة في الشهر الفرنكوفوني هي تدريب حراس المهنة إضافة إلى حمايتهم. في إطار أنشطة شهر الفرنكوفونية وتحت عنوان الصحافة في محنة تدريب حراس المهنة وحمايتهم، نظمت جمعية الصحافيين الفرنكوفونيين بالتعاون مع الوكالة الجامعية الفرنكوفونية ندوة من حلقتين بحضور وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري وشخصيات إعلامية. ندعو كليات الإعلام إلى تضمين مناهجها معايير صحافية مثل أخلاقيات الصحافة ومكافحة المعلومات الكاذبة وخطاب الكراهية وحرية التعبير وتشجيع الطلاب على المشاركة في الندوات والتدريب التي تنظمها اليونسكو واليونسف أو برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو حتى المنظمات غير الحكومية بالشراكة مع وزارة الإعلام. أذكر بهذا المعنى لأنه الأحدث المعسكر التدريب الأخير لمراسلي ومصوري الوكالة الوطنية للإعلام وتلفزيون لبنان. وقد تمحورت الحلقة الأولى حول ردم الهوة بين التعليم الجامعي للصحافة والممارسات الفعلية في سوق العمل، وأدارتها يمنى الشكر غريب، وركزت الثانية على حماية الصحفيين لتأدية دورهم في المحاسبة السياسية والمواكبة الاجتماعية، وأدارتها رئيسة جمعية الصحفيين الفرنكوفونيين نضال أيوب. بعنوان حقك من صان لو خلف الأضمان، مؤتمر صحافي لجهاز تفعيل دور المرأة في القوات اللبنانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة من أجل إطلاق مشروع تأسيس مركز متخصص وتأهيل للأم السجينة ولطفلها والإعلان عن اقتراح قانون إعطاء الأم السجينة حق رعاية أطفالها ومشاهدتهم. عم نجابه ثلاث أمور في آن معا هن بصلب استراتيجيتنا وبصلب عملنا. الأمر الأول اللي عم نواجهه هو انتهاك حقوق الإنسان وحق الأم بمجالسة أطفالها وبمشاهدة أطفالها وبالرعاية بأطفالها، هو حق إنساني طبيعي أندروا ناتورال، ما حدا فيه يحرمه منه. وإذا كان القصور التشريعي هو سبب لحرمانا من ذلك، فعم نحاول نقول تفضلوا ما بقى في قصور تشريعي، هيدا التشريع اللي بيجبرنا كلنا على احترام هذا الحق اللي أنا برأيي ما لازم يحتاج إلى تشريع خاص لتكريسه. بس معلش بدنا نروح أكتر في رسالتنا الحمائية لأفراد المجتمع ونوضع تشريع خاص يعطي هذه المرأة السجينة حقها بمشاهدة ومجالسة أطفالها. ومن الطبيعي انه نتابع عملنا باللجان بالوقت الحالي، اللجان النيابية، حتى نكب على هيدي القوانين ولا اقتراحات القوانين لتكون جاهزة وقت ما ينتظم عمل الدولة بعد انتخاب رئيس الجمهورية لنبلش نكرها ونطلع فعليا من الجهنم اللي نحن وصلنا له. بس مش من الطبيعي انه نحن ننسى انسانيتنا وننسى عملنا كنواب اللي بيتمحور كله سوا قبل الدولة على الإنسان. وشو أهم من الإنسان؟ وبس بنحكي عن الإنسان والمجتمع، شو أهم من المرأة والأم والطفل؟ في اليوم العالمي للمرأة تقدمت المرشحة الرئاسية مي الريحاني من نساء لبنان بالتهنئة على كل الإنجازات التي ساهمت اللبنانيات بتحقيقها في العقود الماضية، بدءا من جعل لبنان أول دولة عربية تعطي المرأة حقها في التصويت في الانتخابات النيابية في عهد الرئيس شمعون في العام 1952 إلى إنجازات اللبنانيات في القرن 21 وأهمها في الحقلين العلمي والطبي. وبالنظر إلى هذه الاختيارات التي حققتها المرأة اللبنانية في الماضي والحاضر، لن أتفاجأ إذا انتخب لبنان رئيسة للجمهورية، وهي لن تكون أول رئيسة في لبنان فحسب بل في كل بلدان العالم العربي. ولن أتفاجأ أيضا إن كانت هذه الرئيسة ستدفع بلبنان إلى الأمام من خلال برنامجها الإصلاحي الصارم.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الأوكراني زيلينسكي اتفقا في كييف على وجوب تمديد اتفاق تصدير الحبوب وعلى ضمان الأمن في محطة زابوريجيا النووية. تطورات جنوب شرق أوروبا بين روسيا والحلف الأطلسي على الأراضي الأوكرانية في التقرير الآتي. مسألة وقت وتسقط باخموت الاستراتيجية بيد الروس، وبين إعلان قائد قوات فاغنر الروسية الاستيلاء الكامل على الجزء الشرقي وتحذير الرئيس الأوكراني من مغبة سقوطها مع ما سيتسببه ذلك من تداعيات مسافة ضغط كبير على القوات الأوكرانية من خلال التقدم الروسي الجارف والتطويق الكامل. الجهات الغربية قللت من أهمية تطور الميدان لصالح موسكو في باخموت ومن أهمية المدينة بشكل عام في مسار العمليات، واضعة هذه كييف بإطار الانسحاب المنظم، بيد أن كلام زيلينسكي يكشف المستور. إذا استولت القوات الروسية على باخموت، المدينة التي ندافع عنها بضراوة منذ أشهر، فسيصبح الطريق مفتوحا أمام قوات موسكو للاستيلاء على مدن عديدة في شرق البلاد. وتابع للCNN: نحن ندرك أنه بعد باخموت يمكنهم الذهاب إلى ما بعدها. الطريق سيكون مفتوحا أمام الروس إلى مدن أخرى في أوكرانيا، مشددا على أن الدفاع عن هذه المدينة مسألة استراتيجية بالنسبة لنا، وأضاف أن قواته مصممة على الدفاع عن المدينة ومنع سقوطها بأيدي الجيش الروسي. وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال إن باخموت تشكل عقدة مهمة في خطوط الدفاع الأوكرانية في دونباس، إن السيطرة عليها ستسمح بهجمات إضافية في عمق خطوط دفاع القوات المسلحة الأوكرانية. في الموازاة، وضع الكرملين التقارير الإعلامية بشأن الهجمات على خطوط أنابيب نورد ستريم بسياق جهد منسق يهدف إلى تحويل الانتباه، مضيفا أن موسكو مندهشة كيف يمكن للولايات المتحدة افتراض أي شيء حول الهجمات دون تحقيق. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية الرسمية: من الواضح أن مبتدعي الهجوم يريدون تحويل الانتباه، ومن الواضح أنه حشو منسق في الإعلام. وتساءل: كيف يمكن لمسؤولين أمريكيين افتراض أي شيء من دون تحقيق؟ وقال إنه يجب على الدول المساهمة في نورد ستريم الإصرار على إجراء تحقيق عاجل وشفاف. أشار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إلى زيادة التواصل مع سوريا قد يمهد الطريق لعودتها إلى جامعة الدول العربية مع تحسن العلاقات بعد عزلة تجاوزت 10 أعوام، لكن من السابق لأوانه مناقشة مثل هذه الخطوة. وصرح للصحفيين في لندن إن الاجتماع يتزايد في العالم العربي على أن عزل سوريا لا يجدي، وأن الحوار مع دمشق ضروري خصوصا لمعالجة الوضع الإنساني هناك. وردا على سؤال عما إذا كانت سوريا ستدعى لحضور القمة العربية 2023 في السعودية، أوضح بن فرحان: أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، لكن يمكنني القول إن هناك توافقا في الآراء في العالم العربي وأن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر. في فلسطين المحتلة استشهد 6 فلسطينيين في جنين في شمال الضفة الغربية في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي قتل منها عسكريان. المواجهة تصاعدت بعدما قرر وزير الأمن الإسرائيلي هدم منازل للفلسطينيين في خلال شهر رمضان المبارك المقبل. أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنه سيزور طهران في وقت قريب لإجراء محادثات رسمية حول عدة ملفات، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في أنقرة إنهما بحثا ملفات العلاقات الثنائية والاقتصاد والتجارة والتعاون في مجال الطاقة بعد خفض كميات الغاز الإيراني الواصل لتركيا الذي عاد الآن لوضعها الطبيعي، وشدد على أن التعاون في مكافحة الإرهاب أمر مهم جدا بيننا. بدوره كشف عبد اللهيان عن التحضير لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى تركيا في الفترة المقبلة، مؤكدا إلى أهمية كبيرة في التواصل البري عبر الممرات البرية بين تركيا وإيران. مع هذا الخبر وصلنا إلى نهاية النشرة المسائية، نشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.